عنده فشل كلوي بقاله 10 سنين بيعاني منه، معدل كان كل يوم اشعاعات وتحاليل. هو الصراحه تعب وبهدل في الموضوع ده، واحنا تعبنا معاه الصراحه. فجينا للاخر بقى، في الاخر الدكاتره قالوا لا يغسل لا يزرع، فاحنا قلنا لا نزرع احسن لان الغسيل صعب عليه وهو اصلا حجمه صغير والغسيل هيقضي عليه خالص. فاحنا قلنا لا نزرعه، وربنا وفقنا والانسجه بتاعته طلعت موافقه الانسجه بتاعته، وربنا كرمنا والحمد لله وزرعنا وربنا يوفق. اصعب لحظه مرت عليا بعد العمليه، ابوه رن عليا قال لي انت كنت بتكلم احمد دلوقتي؟ قلت له اه، ما كانش في حاجه. قال لي لا ده احمد تعبان جامد وبيخرف. فانا قلت الصراحه ده الواد خلاص بقى، لان كان بيكلمني كويس ومقدر ما قفل معايا التليفون ازاي تعب. فانا رحت واخده بعض وراح المستشفى ازاي ما اعرفش، في نص ساعه كنت واصله المستشفى. رحت لقيته فعلا تعبان مش زعل، كان عاوز يطلع وما الدكاتره قالوا له ما انتش طالع. فجت له حاله نفسيه ورحت لقيته تعبان احلى تعب، ومن ساعتها وانا قاعده معاه في المستشفى هناك وما اطمنش الا انا قعدت معاه. بأمانة الله انا ما كانش معايا حتى تمن الكشف اللي انا رايح، بالنسبه للمستشفى العربي يعني. قال الخير والاستاذ شريف الشرقاوي من عندنا من قريه ابراهيم، طبعا شرحت له الحاله، قال لي توكل على الله واحنا في ظهرك كلنا والبلد كلها في ظهرك. بدانا بالتحليلات، بالنسبه لتحليل الانسجه كانت مكلفه 24,000 جنيه. الحمد لله حصل توافق بين احمد وبين والدته بالنسبه للانسجه. كملنا طبعا الدكاتره وبداوا يكملوا بقيه الاجراءات التحليلات والاشعاعات. اللي توفى بينه اثبتوا برضه توافق كبير بين احمد ووالدته. شفنا تكاليف العمليه مع الاستاذ شريف الشرقاوي، لان العمليه كانت 250,000 جنيه، غير الحاجات اللي اثناء العمليه طلب منهم برضه. برضه قال لي ما تعملش هم وسيب على ربنا، وبدا ينشر الموضوع وبدا اهل الخير يقفوا معاه